أود أن أعلق في آخر الخطبة على الحدث الذي ملأ وسائل الإعلام وضجت به الألسن في هذه الأيام، ما أقامته المملكة العربية السعودية من حد القتل على 47 رجلاً من المفسدين في الأرض. وجهت لهم الحكومة تهماً أولها اعتناق المنهج التكفيري، وثانيها الانتماء إلى تنظيمات إرهابية، وتعني بالإرهاب الإرهاب المذموم الممنوع من إرهاب البريء والمسلم ومن إرهاب حتى الكافر الغير محارب. أما الإرهاب المحمود كأن ترهب العدو بإظهار قوة المسلمين، فهذا محمود في الشرع. عموماً أقامت السعودية الحد التعزيري على هؤلاء المفسدين من المنتمين لفكر التكفير والتفجير وفكر داعش وغيره من المسميات والروافد الخبيثة التي خرجت من كتاب ظلال القرآن ومن كتاب العدالة الاجتماعية وغيرها من الكتب المفسدة. أقامت الحد التعزيري عليهم، ومن بين هؤلاء شيعي خطر يسمى بنمر النمر أو نمر باقر النمر، شيعي سعودي الجنسية، أقاموا عليه الحد بالقتل رغم التهديدات التي صدرت من إيران. إيران تهدد السعودية من قتل نمر النمر، وكذلك ألمانيا وغيرها من دول الكفر، وأمريكا تتكلم، ولكن لما وصل الأمر أمام القضاء السعودي أخرج القرار بالحكم عليه بالقتل ورفع إلى الملك، وكان الناس يتوقعون التنازل عن القرار، ولكن أصر على إقامة الحد عليه ويستحق. أنشبوا الفساد ورعوا هذا الفساد وقننوا له، كان مصير يقام عليهم الحد، والحد فيه حياة للناس. ربنا قال ولكم في القصاص حياة، لأنه اللي بيفكر يقتل لما يشوف القصاص بخاف ما بيقتل تاني، عشان كذا القصاص لواحد فيه حياة لناس كثيرين جدا. وحد واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا، بيجيب البركة بيجيب الخير، بيرهب المفسدين. السيف ده بيرهب. لما أقيم الحد واحد من كبراء الأمريكان من القادة بتاعينهم قال أشعر بالخوف، وإنت ما شفت حاجة لسه تشعر بالخوف، ديل ما ناسك لسه جايينك، قال أشعر بالخوف، الصدى بخيف والسيف بحل مشاكل. لذلك قال أبو تمام في قصيدته الطويلة، قال السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده في شفير السيف في حده الحد الفاصل بين الجد واللعب، بيحسم قضايا. الآن هناك في الأسواق السعودية الصلاة يؤذن لها، الناس يدخلوا للصلاة والمحلات فاتحة، ينزلوا فيها ستارة بس ما في ذول بيسرق. ليه؟ الحد السيف لما تقطع الأيدي الناس بتتأدب. السلالة مش تخلي دكانك فاتح ولا قروشك في الدكان وتمشي، في جيبك ده عندنا هنا في جيبك ده بشيلها منك، شرط جيبك وشيلها منك. الحد فيه الحياة، فيه صيانة الأموال، فيه صيانة للأنفس وللأرواح.
حدود الشرعية. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ففي إقامة الحدود ضبط واستقامة للشعوب، وفيها نماء وعزة وقوة للدولة الإسلامية. في الزمن القديم أمير يسمى خالد بن عبد الله القسري، وقامت الحد بتكون زي ما العلماء قالوا على المجرمين المبتدعة البفسد في الدين. خالد بن عبد الله القسري لما، والحديث في البخاري، جاء رجل اسمه الجعد بن درهم يتكلم في القرآن وابتدع، قال: ربنا ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا. جابوا يوم العيد، شوف الكلام ده كيف قوة القضاء الإسلامي، يوم العيد خطب خطبة العيد، بعد ما انتهى مربوط جنبه الجعد بن درهم، قال: أيها الناس ضحوا ضحاياكم، تقبل الله منا ومنكم، وإني مضحٍ بالجعد بن درهم. مربوط تحت، نزل عليه من المنبر في ساحة العيد فذبحه في منبر العيد. هكذا ترفع أكعاب المسلمين لما يعتزوا بدينهم. ما نسمع كلام الكفار والمجرمين يقولوا: ليه تقطعوا اليد ودي وحشية، وليه تقتلوا وده سفك للدماء وهذا، وإلى آخره. عندنا ديننا الإسلامي رحمة، دي رحمة بالخلق كونه يقطع يده، فلما خانت هانت، لما تخون تبقى هينة، ولما تطيع تكون عزيزة. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم لا تفرغنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وتجارة لن تبور. اللهم اشف مريضنا ورد غائبنا وحل ديننا واكفنا ما همنا يا ذا الجلال والإكرام. وأحد أعمامنا هنا من المصلين معنا في المسجد عنده عملية بعد يومين، يطلب منكم الدعاء. نسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء عاجلا، وأن يبرئه من كل سوء، وأن يجعل له الصحة والعافية في طاعة الله وبره. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.